أهلا بكم من جديد. زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي صباح اليوم فعاليات اليوم الختامي للدورة 17 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد، والذي نظمه مؤسسة أندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في أندكس القابضة تحت شعار الإغاثة وفيروس كورونا أفريقيا محورا في الفترة من 17 وحتى أو في الفترة من 15 وحتى 17 من مارس في مركز دبي التجاري العالمي. وقام سموه يرافقه الدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد والمجلس الاستشاري العلمي العالمي ديساب بجولة في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 600 من الشركات وهيئات الإغاثة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الربحية، إضافة إلى ممثلي منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المختصة في المجال أو في مجال العمل الإغاثي من أكثر من 80 دولة حول العالم. واطلع سموه خلال الجولة على مستجدات المبادرات والابتكارات في مجال العمل الإنساني والإغاثي في منصة مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية، حيث استمع إلى نبذة حول بعض المشاريع التي قامت بها المؤسسة في سياق دعم البرامج التعليمية والصحية والإغاثية والتنموية. كما زار سموه جناح مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، واطلع سموه على جانب من الإنجازات التي حققتها المبادرات في مجال تحسين حياة الإنسان في مواقع مختلفة من العالم. وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عند عدد من الأجنحة والمنصات المشاركة في المعرض. Thank you.